السلام عليكم، كنتمناكم تكونوا بألف خير ورمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. باش ما تمنيتو الصحيحة والهنا وراحة البال والسلام لجميع الأمة الإسلامية، ربي آمين. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم خيمرات رائعين جدا، بلا تمارة بلا تعب، ما غاديش ندلكوهم وما غاديش نبقاو نورقو وحنا تنتعذبو. داكشي ساهل مهل، غدخلو تشوفو ترحموني على هادشي كامل. الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من اللايكات باش تشجعوني. غادي نقطع لكم ضروري باش تشوفوه بمورق وبلا ما نحتاجو نبقاو خدامين فيه بزاف. كما تيبان لكم مرق جدا جدا ورائع، كيبان غير من الجناب كيبان. هاو الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم كما قلت لكم، وبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وفي المواقع الاجتماعيه باش تعم الفائده على جميع، ونمشيو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي 400 غرام ديال دقيق الفينو اي سميد ناعم جدا، والكميه كتبقى على حسابكم، تقدروا ديروا اقل من هذه الكميه الا كانوا الناس قلال. وبالنسبه للدقيق الابيض الخاص بالحلويات، عندنا 600 غرام يعني 6 الكؤوس ديال الكاس العنبه، وعندنا 4 الكؤوس ديال الكاس العنبه بالنسبه للفينو. ولكن الكميه الا كنتو قلالين تقدروا ديروا نصف الكميه اولا ربع الكميه. انا درت كثير باش غادي نخليه في المجمد باش غادي ينفعني في الايام ملي تنكون ما مسالياش. عندنا واحد الخماره وحده، خماره وحده ديال 7 غرام كنضعها. عندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي الملح. هادو هما المكونات اللي عندي. السكر راه ما درتوش، واللي بغى تضيف واحد معلقه ديال السكر يمكن لكم تضيفوها. عندي المدافي باش غادي نعجن، وكنبدا بسم الله غادي نعجن العجينه. نبداو بسم الله في العجينه ديالنا. العجينه ديال اليوم راه هي سهله سهله جدا، ما كتحتاج لا دليك لا تماره لا تعب، غادي نجمعها فقط وغادي نخليوها. كنبداو نوضعوا الماء شيئا فشيئا بشويه بشويه كما تيبان لكم. العجينه ما خصهاش تكون خفيفه، غادي نرش واحد القليل، بانت لي خفيفه شويه، غادي ندير شويه ديال الطحين صافي، وغادي نعاود نجمعها ونرشها بشويه ديال الماء، وغادي نخليها ترتاح واحد 15 دقيقه صافي. ومن بعد غادي نرجع ليها باش تشوفوها كي تتجي، راه تتجي زوينه معجونه الراس. خليت العجينه ترتاح 15 دقيقه، وتقدروا تخليوها اقل مع الجو شويه سخون ومع فيها الخميره. كندير هذه العمليه كنبدا نجبد فيها وهي كتولي ملسا كما تيبان لكم، ما غاديش ندلكها ما ندير لها حتى شي حاجه، كيما تنجرها كتولي ملسا كتولي رائعه. غادي نشكلها كويرات، تقدروا ديرهم كبارين او لا صغارين. هذا هو الحجم اللي درت انايا. كملت التشكيل ديال العجينه. وبالنسبه لهاد الكواري اللي درت انا، درتهم كبارين، الا بغيتو ديروهم صغار من هكا يمكن لكم ديروهم. غادي ندهن بالقليل من الزيت وغادي نغطيهم، وغادي نبدا مباشره نورق فيهم. دابا الجو شويه سخون معاهم فيهم الخميره، خصنا ما نتسناوش عليهم وما نخليهمش يرتاحوا، وحنا كنورقوا فيهم وما كيرتاحوا. بالنسبه للتوريق، عندنا الزبده وعندنا الفينو اولا سميده رقيقه، وعندنا الزيت العاديه. غادي نبداو ان شاء الله بسم الله. نبداو بسم الله. كناخذوا القليل من الزيت في المكان ديال العمل، كناخذوا العجين ديالنا، ما غاديش نضربوا معها تماره، غادي نسرحوها شي شويه فقط. كناخذوا الزبده كندهنوا مزيان القليل فقط، كناخذوا شويه ديال الفينو وكنتنيوها على جوج، ثم شويه الزبده والدقيق فينو وكنتنيوها على اربعه. غادي نعاود لكم مره اخرى. كناخذوا القليل من الزيت، ما كنبسطوهاش بزاف حتى كتبان لينا رخامه، يعني اسهل ما يكون. كناخذوا شويه ديال الزبده كندهنوا، شويه فينو وكنتنيو على جوج، ثم شويه الزبده وشويه فينو وكنتنيو على اربعه.
كنبقاو مستمرين على نفس الكيفيه، راه ساهل ساهل بزاف حتى كنكملوا العجينه ديالنا. وغتشوفوا التوريق كي غيكون رائع رائع جدا. هنزيدكم الرابعه، كملت العجينه كما شفتوا. غادي نبدا دابا، نبدا من الاولى. كنبدا نبسط هذا الشريط ديال العجين، ولكن ماشي بزاف كما قلت لكم في الاول، ما غادي تمحنوا. ها كيما درتو ليها كتجي مزيانه. كنوضع القليل من الزبده وشويه ديال الفينو، كنرش عليها صافي، وكنبدا نلفها على نفسها كما تيبان لكم صافي. وكنجمع دوك الاطراف ديالها، كنخشيهم في الوسط ديال الملويه كما تيبان لكم. غادي نزيدكم وحده، نوضع شويه ديال الزبده، شويه ديال الفينو صافي، وكنلفها على نفسها ساهله مهله. وكنجمع الاطراف وكنخشيهم في الوسط. كملت الخميره ديالي، غادي نشعل المقله فوق النار، وغادي نبدا ان شاء الله نقرص فيهم. غادي نوريكم، هذه هي الاولى، هذه نقرصها ما نخليهاش رقيقه حيت فيها الخميره، مازال غادي تنفخ وفيها شويه الزبده بحال هذا الشكل. ما يكونوش اغلاض وماشي نرقهم، ولكن يتكرسوا مزيان حيت فيهم الخميره. بسم الله، غادي نبداو المرحله ديال الخبيز. كنوضعوا المقله فوق النار، نار متوسطه. غادي نوضعوا الملويه، غادي نتسناو عليها شي شويه تشد راسها، ومن بعد غادي نقلبوها. ملي قلبناها كتبدا تبان بانها كتنفخ كما تيبان لكم، هذا دليل بانه الملاوي كيجيو مرقين من الداخل مزيان. كنبقاو مستمرين حنا مقابلينها حتى كتحمر لينا مزيان، وكتاخذ واحد اللوي اللي هو رائع رائع جدا. وبالنسبه لهاد الملاوي راه ساهلين، اي واحد يقدر يديرهم وما فيهمش الوقت بزاف. صافي، غادي نعاود لكم ثانيه ملي تحمرت ليا الثانيه. درت القليل من الزيت، رشيت في المقله، والاولى راه ما درت فيها لا زيت لا والو، ولكن واخا هكاك راه جات محمره وجات زوينه. هات مرقه بالزبده كتجي مزيانه. غادي نزيد الثالثه حتى هي بلا زيت، نحس بها شدات راسها، غادي نقلبها. كنبقى مستمره على نفس الكيفيه حتى كنحمر الملويات اللي عندي. وكون ما حمرناهم مزيان كون ما كيجيو زوينين لا في الشكل ديالهم وحتى في المذاق. هادو هما المخيمرات اللي كيجيو رائعين جدا كما تتشوفوا، كيجيو مرقين بلا ما نفتحوهم كما تيبان لكم. بالصحه والراحه، السوديكم الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.